السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. ومعادنا النهاردة مع الحلقة المفتوحة اللي بنستقبل فيها أسئلتكم وتليفوناتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب، وأسأل الله عز وجل أن يسبل علينا نعمة الستر والصحة والعافية يا رب العالمين. أنا بس قبل ما ناخد الاتصالات، إحنا معنا التليفونات من أول لحظة. طيب يلا. أول ما بدأنا في تليفون فندي. أهلا وسهلا. أهلا بك يا شيخ. أهلا وسهلا. أهلا بك. اتفضل شيخ أحمد والنبي. اتفضل يا فندم، تحت أمرك يا شيخ أحمد. اتفضل يا فندم. الموضوع موضوع مراس. اتفضل يا فندم. اتفضل. المدام سايبة البيت بقى 15 سايبة البيت بقى لها خمس شهور. خمس شهور. آه. ومتحكمة. أنا كنت كاتبة شقة مؤقتا. آه. فما جيت عوز الشقة مش راضية تتنازل. مش راضية إيه؟ مش راضية تتنازل. أنت تتنازل؟ أنت تتنازل؟ هي تتنازل، مش راضية تتنازل على الشقة. معلش احنا عايزين نفهم، انت كتبت لها الشقه دي بقالك كام سنه؟ انا كاتبها بقالها 10 سنين. وانت متجوزها من كام سنه؟ انا متجوزها بقالي 45 سنه. طيب انت كتبتها لها من 10 سنين ليه باسمها؟ عشان الجهاز ما كانش بيكتب شقتين الواحد. عشان ايه؟ علشان حاجات ورقيه يعني الجهاز، فهو اضطر يكتب شقه باسمها وشقه باسمه، صح كده؟ فانا كتبتها مؤقتا ايوه. واتفقت معاها ان دي حاجه مؤقته لحد لما ايه؟ والله يعتبر يعني يعتبر امانه. امانه. دلوقتي انت رجعت قلت لها انا عايز ترجعي لي الشقه. انا عايز الشقه. انت حليت ورقك، حليت الورق بتاعك والتفاصيل، فخلاص عايز ترجعها باسمك. ايوه شفت، عايزه تسجل بس. عايز قالت لك لا وسابت البيت. من سابت البيت وماشي. من ست شهور. اه. طب وانت ما اتكلمتش معاها؟ ولادك اتكلموا معاها كده؟ مفيش فايده، مفيش حد اقدر عليها. طب هو هي من وجهه نظرها بتقول لا مش هرجعها ليه؟ ده مرات اخوها اللي مقوماها في دماغها. مرات اخوها مقوماها. طب هو انت مصر انك انت ترجعها باسمك ليه؟ محتاجها تبيعها يعني؟ اه. وانتوا قاعدين فيها؟ احنا قاعدين فيها ايوه. طب ما انت هتبيعها وتقعدهم في الشارع؟ هنقعد في شقة تانية، هناخد شقة تانية. عندك شقة تانية أصلا ولا لسه؟ ها؟ أيوة عندي شقة تانية. أيوة عندي شقة تانية. عندك شقة تانية ملكك وباسمك وكله؟ كل حاجة. فأنت بتقول لهم تعالوا نبدل نروح في التانية ونبيع دي؟ مش راضي. يمكن هي مثلا عايزة تفضل في البيت ده في المنطقة دي. الشيخ أحمد اتواصل معاها وبيعمل غلط. طب انا بس انا نفسي بس نفهم وجهه نظرها، يعني احنا طبعا بناخد التليفون زي ما بيجي لنا من وجهه النظر المتصل، ما بنبقاش عارفين. احنا بنرد على السؤال لما حد بيتصل بينا، زي ما حضرتك مثلا اتصلت، زي وجهه نظرك او الكلام اللي انت بتقوله الشيخ احمد. أيوة. بيرد عليه، لكن ما بنبقاش عارفين خلفيات الموضوع. يمكن مثلا أيوة. هل انت مثلا عايز تنقلهم في شقه اقل، مستواها اقل، في منطقه اقل، حته لا بعيده؟ لا ولا حاجه، هي خايفه لبيع الشقه ديت ومشيها. هي ايه؟ امشيها. ده انا عندي 73 سنه. انت عندك كم؟ 73 سنه. ربنا يدي لك الصحه. فانت بتقول ايه؟ ها؟ هي خايفه من ايه بقى مراتك؟ خايفه بتقول لي لا انت هترميني في الشارع. لا ايه؟ هترميني في الشارع. اه ايوه، من وجهه نظرها كده. ان انت تاخد منها تاخد الشقه وتمشيها. هو انتوا ولادكم كبروا واتجوزوا خلاص؟ وانت مرات اخوها او ما في دماغها. طيب اولادك يا حاج فندي بيقولوا ايه؟ اولادك مش راضين بالكلام. اي كلام؟ مش راضين ايه بايه؟ مش راضين ان هي تعمل عندها اللي هي سايبته. مش راضين ايه؟ مش راضين ان هي سايبه البيت وماشيه. زعلانين منها يعني؟ قاعدين قاعده عندهم. قاعدين فين؟ قاعدة عندهم. اه هي قاعدة عندهم، يعني هم معاها مش معاك. ايوه. طيب ما هم ممكن طالما كلهم رأيهم ايه في موضوع الشقة؟ هم كلهم متفقين ان انت ما تبيعش الشقة دي؟ لا مش متفقين ولا حاجة. لا هم رأيهم ايه في موضوع بيع الشقة؟ يا استاذة دعاء انا عندي انا بروح البلد. بتروح البلد؟ بروح البلد. تمام. مش لاقيين حتة بعيالي يقعدوا فيها. وايه؟ مش لاقيين حته العادي يقعدوا فيها، فقلت اشتري بيت في البلد. ايوه. اه طيب شفت بقى. طب ما هي ممكن تكون مش عايز ترجع البلد، يعني انت بعد ما عشت معاك 45 سنه
عايز ترجع الشقه دي بتصير شقتين. الشقه دي ايه؟ الشقه اللي انا فيها ديت هو يعني عشان الشقه والبقى وعشان مفيد في البلد. لا مش سامعين، عشان الشقه ايه؟ الشقه هبيعها اشتري شقه واشتري حته في البلد. طيب انا خليني مع يعني حضرتك كده. يعني انت لسه هتشتري شقه؟ لسه هتشتري شقه في هنا يا عم فندي؟ لسه هتشتري شقه؟ بص يا أيوة. شيخ احمد هو دلوقتي عايز يبيع الشقه. هو انتوا عايشين في القاهره؟ ايوه ايوه انا طول عمري في القاهره. ما كانت طيب خلي حضرتك معايا ثانيه واحده بس عشان نفهم الصوره. انت من ساعه ما اتجوزت بقالك 45 سنه معايش مراتك دي معاك في القاهره واولادك وكله صح؟ أيوة. دلوقتي انت لما كبرت قررت فجاه ان انت عايز تبيع شقه القاهره تاخد أيوة. فلوسها تروح صح. تشتري بيها شقه في البلد وتعيش اخر ايامك في البلد في صح. القريه بتاعتك صح؟ صح كده. هي بقى مش عاجبها الكلام، هي مش راضيه كده. طيب يعني ليه حضرتك مش مديها حق ان هي من حقها ان هي برضو يبقى ليها قرار معاك؟ مش عايزه ترجع تعيش في البلد، هي مش بلدها. الشقه اللي انا قاعدين فيها بتعمل 600,000. انا فاهمه وحضرتك هتشوف شقه ب 200 وكمل على ال 400. هتشوف شقه ب 200 وتكمل ايه؟ اشتري شقه ب 200 وكمل على ال 400 واشتري بيت في البلد. بقول لك يا عم فندي، انتوا ساكنين في القاهره؟ ايوه هم ساكنين في القاهره. فيمشي طيب سيب رقم تليفونك وانا هتواصل معاكم ان شاء الله باذن الله، ولو عرفت ان انا اجي لكم كمان احل لكم المشكله دي. حاضر ماشي. دلوقتي حضرتك برضو قول له كده يعني، وانا لازم افهم. انا ما لازم يعني نفهم. احنا دايما بنقول الاجابه على قد ايه السؤال اللي جالنا. لو السؤال بالشكل اللي جالنا شوف، اصل في شويه تفصيلات. هل الزوجه يا استاذه دعاء هل هي دفعت جزءا من المال في هذه الشقه ولا لا؟ غالبا لا يعني على كلامه. ما اعرفش، ما انا مش هقدر بقى ايه اللي خلاص احنا ايه ما انا هقول لحضرتك. هل هي دفعت جزء من المال ولا لا؟ هل هي شاركت بميراث مثلا ولا لا؟ قد يكون مثلا شاركت بميراث وبعدين هو كتب ده مثلا، فبتقول لها والله ده انا زوري الحق بتاعي. ماشي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو كان هو اعطى هذه الشقه على سبيل الامانه، ان انا بكتبها على سبيل الامانه والزوجه لم تدفع اي شيء على الاطلاق، ده فلوسه ترد اليه ديانه. ماشي. لكن قضاء خلاص هو مسجلها، فدي عندها قضاء. ده حاجه بترجع لها هي بتاعتها هي. طيب موضوع بقى وتفاصيل. لكن النقطه الثانيه بقى، ان هو هل ينفع ان انا انقلها من مكان الى مكان اخر ولا لا؟ هو بيقول كلمة تانية مهمة جدا، بيقول ده أنا هاخد الفلوس واشتري بيها شقة في القاهرة واشتري بيها، أنا عارف الناس الكبيرة بتفكر إزاي، واشتري بيها حتة في البلد. يعني أنا عاوز ربنا يختم حياتي في قريتي. مش هيقولوا حاجة. أنا عارف. فدي محتاجة إيه يا أستاذة دعاء؟ محتاج اللي إحنا نقعد معاهم نكلمهم نشوف الدنيا هو ونبدأ لحل وسط ما بين الأطراف دي. يعني بغض النظر عن موضوع الشقه هتروح باسم مين وتيجي باسم مين، احنا دلوقتي بنتكلم في نقطه تانية اجتماعيه يعني، ويعني نفسيه وانسانيه وكل حاجه. هي ما ينفعش الزوجه تكون عاشت معاه كل السنين دي في منطقه معينه وفجاه هو قرر ان هو هيبيع البيت، وزي ما هي بتقول له كده هتروح بره. في الامور دي يا استاذ دعاء ما ينفعش اللي احنا او ياخدها على مكان تاني. انا فاهم ما ينفعش برضو في الامور دي، لان طبيعه الناس الكبيره وهم كبروا هم الاثنين. يعني هو عنده حاجه و70 هي اكيد زيه. طبيعه الناس الكبيره مش هتيجي تقولي الزوجه تتبع زوجها او الزوج لابد ان هو يقعد مع زوجته في القاهره. لا مش كده. ايوه لازم بد من حل وسط طبعًا. بين المساله يعني ما ينفعش ان انا اجيب الكلام اللي في الكتب واروح اقوله لهم الزوجه تتبع زوجها في اي مكان ودام في مسكن وبتاع والحكايه والروايه. النفسيه لابد من مراعاه طبعًا. المشاعر والنفسيه بتاع وخاصه الناس طبعًا. اللي الناس الكبيره طبعًا. ده مهم جدا. فالحكم الشرعي والفتوى يا استاذه دعاء لا ينبني هكذا اللي انا اخد واجمد على ما قيل في الكتب والمسطور في الكتب واقول لهم هو ده الشرع يا جماعه انا ما ليش علاقه الا بده. لا مفيش ده، لابد من الوصول الى حل وسط. وان شاء الله بس ان شاء الله يكون ساب رقم تليفون وانا هتواصل معاه. طيب معانا تليفون. هدى اهلا يا هدى. الو السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. اتفضلي ممكن اسال سؤالين بس؟ اتفضلي. هو في صلاه صيام اسمه صيام الحاجه؟ يعني انا لو انا محتاجه حاجه من ربنا او ليا طلب اقول ان انا ان شاء الله بكره نويت اصوم صيام لاجل ربنا مثلا يعمل لي الحاجه دي او ماشي. يعني تصومي بنيه ان انت عايزه حاجه معينه مثلا من ربنا. انت معلش معلش، هو انت حضرتك سمعتي ده قبل كده؟ لا انا بقول لا هي بتسال. طيب ماشي. بس بقول
ان انا مثلا لو انا اقول يا رب بكره اصلا أيوه. بدل مثلا اللي هم الناس اللي بيعملوا نادر دول بس بيقولوا بعد ما تحصل، لا انا بقول يا رب انا نويت اصوم مثلا بكره عشان كذا حاجه معينه. طيب حاضر يا فندم. ينفع دي حاجه. الحاجه الثانيه لو في ايات في القران مثلا زي سوره الواقعه اللي هي بيبقى مثلا سلة من الاولين وقليل من الاخرين، لو انا ممكن انا في وسط الصوره مثلا اقعد ادعي اقول يا رب يعني من القليل يا رب مش عارفه ايه الكلام ده كده يعني، وبعد كده اكمل بقيه الايه. أيوة. او حتى لو قابلت مثلا سوره عذاب من النار او سوره جنه او حاضر او ادعي اقول ربنا يكتب لي اكون كده، ينفع في وسط ربنا يعافيك. حاضر كده ماشي حبيبه قلبي. حاضر. يعني سؤالين مهمين جدا. بالنسبة للسؤال الأولاني، وهو يجوز للإنسان أن يفعل عملا صالحا بنية أن يقضي الله عز وجل له حاجة من الحاجات، يعني يا رب إن شاء الله أنا هصوم النهاردة بنية أن ربنا يغفر لي، بنية أن ربنا يسمحني، بنية أن ربنا يرزقني، بنية كذا بنية كذا، كل ده جائز بفضل الله تعالى. الحاجة الثانية اللي هو وأنا بقرأ القرآن فوجدت اللي هو قليل من عبادي الشكور مثلا، يا رب اجعلني من هؤلاء، يا رب اجعلني من هؤلاء، أو واحد بيقرأ مثلا فقرأ آية فيها الجنة أسأل الله عز وجل الجنة، فيها حاجة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، أعوذ بالله من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا، وبعدين أكمل. أيوة دي من السنة، دي أصلا سنة. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو حتى في داخل الصلاة النافلة كان إذا ما مر بآية رحمة سأل الله الرحمة، وإذا ما مر بآية فيها ذكر للجنة سأل الله الجنة، وإذا ما مر بآية فيها ذكر للعذاب النار استعاذ الله عز وجل من النار، أو استعاذ بالله تبارك وتعالى من النار. وهذا كان ديدنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ديدن الصالحين من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الطور فوصل إن عذاب ربك لواقع، فاستعاذ بالله من العذاب، ثم سقط مغشيا عليه يعوده الناس شهرا رضي الله عنه. عائشة رضي الله تبارك تعالى كانت تقرأ آية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم، فبدأت تتدبر ما فيها وهي داخل الصلاة يقول مسروق، فذهبت إلى أقصى المدينة ثم عدت فوجدت عائشة أمنا عائشة تقرأ نفس الآية وتتدبر وتبكي وتسأل ربها تبارك تعالى الرحمة. كل ده جائز. أحدهم كان ليسأل الصادقين عن صدقهم فيقول يا رب، هو يقرأ القرآن، يا رب تسأل الصادقين عن صدقهم فما بالنا نحن أهل الكذب. فنسأل الله يتقبل منا ومنكم يا رب. آمين يا رب. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. هذا البرنامج برعاية